بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتعلم مع بعض ازاي نشوي السمك البوري في فرن البوتاجاز من غير ما يلزق ولا يتبهدل مننا. اول حاجة عندي السمك، لما باجي اشتريه لازم اشتري السمكة تكون طازة. اعرف ان هي طازة ازاي؟ الجسم بتاعها اصلا بيكون لامع، ولما اضغط على اللحم بتاعها ما ينزلش معايا، يبقى متماسك، والخيشوم يكون لونه احمر زاهي، والعين بتاعتها بتكون لامعة. بكده السمكة بتكون طازة. دلوقتي اول حاجة هعملها بشغل الفرن على اعلى درجة، واشيل الارضية بتاعته، وانزل الشبكة تحت، والصاج او الصينية اللي هشوي فيها السمك بحطها في الفرن تسخن الاول لمدة ربع ساعة على الاقل. لازم تبقى سخنة جدا، لان لو حطيت فيها السمك من غير ما تبقى سخنة هيلزق فيها ومش هعرف اطلعه. فحطها في الفرن تسخن وارجع لكم ان شاء الله. وهحتاج لشوي السمك ردة، اللي هي النخالة بتاعت الدقيق. ودلوقتي هجهز السمك للشوي. اول حاجة بعملها بغسل السمك كويس جدا، وافتح الخياشيم بتاعته واغسلها حلو جدا من جوه. وبعد كده بجيب الردة واحط السمك في الردة، واغطيه بطبقة خفيفة من الردة. وبعد ما الصينية سخنت جدا في الفرن ببتدي ارص عليها السمك. ولو انا قلقانه انه يلزق ممكن احط زيت خفيف خالص. وفي ناس قبل ما تشوي البوري بتفتح بطنه وتحشيه. اللي حابب يفتح بطنه ويحشيه يفتح بطنه، انا ما بفتحش البطن بتاع البوري. لو سمك بلطي او شبارة او اي حاجة بعمله بنفس الطريقة، بس بفتح البطن واغسلها كويس جدا. اللي عايز يعمل كده يعمل، واللي مش عايز خلاص، بس انا بقول على الطريقة بتاعتي كده. خلاص دخل الفرن على الارضية بقى لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. وبعد ما فات 10 دقايق بطلع السمك اقلبه بالراحة خالص، اقلبه بدي وبالراحة عشان لو في اي حاجة لازقة ما يتبهدلش. الحمد لله وما فيش حاجة لازقة. هو السمك البوري اصلا بينزل الدهون بتاعته. اكملهم وارجع لكم ان شاء الله. كده خلاص خلصتهم تقليب، هحطهم برضو على ارضية الفرن على الشبكة 10 دقايق كمان. وبعد كده ارفع الشبكة فوق تحت الشواية. وبعد ما السمك فضل ربع ساعة على الجنب التاني رفعت الرف وشغلت الشواية وحطيته تحت الشواية لغاية ما يتحمر، وبعد كده اقلبه على الناحية التانية. وبعد كده هنحط عليه الملح والكمون والشطة. وكده خلاص السمك طلع من الفرن احمر من الجنبين. دلوقتي هختبر النضج بتاعه. عود الشوي ده هحطه عند الراس من فوق واشوف لو في دم لسه موجود يبقى لسه عايز يدخل الفرن تاني. لو خلاص ما فيش دم يبقى خلاص. وكده خلاص الحمد لله استوى. بعد كده هملحه، بختبر كل واحدة عشان ممكن تكون واحدة كبيرة شوية تاخد وقت شوية عن الصغيرة. بعد كده هبتدي املح السمك بتاعي. انا بملح السمك بملح وكمون وشطة وليمون بس، لان انا بحب احس بطعم السمك. اللي حابب يحط كزبرة، اللي حابب يحط اي حاجة تانية يحط. باخد من التتبيلة وارش في الطبق اللي انا هحط فيه السمك، وبعد كده ارش السمك. وارش فوقه
وبعد كده اعصر الليمون. انا ما حطيتش تحت السمك ورقة ولا اي حاجة عشان انا عايزة السمك يشرب التتبيلة كلها اللي هتنزل منه. وبعدين الطبق اللي بحط فيه اراعي ان هو يكون يا اما ستانلس او اي حاجة غير الالومنيا يعني، والملامين كمان. وهكمل وارش الملح بتاعي على حسب ما انا عايزة، ممكن عايزة ازود اقلل اللي انا عايزاه. وبعصر الليمون، بعصر عليه ليمون كتير لان السمك بيحب الليمون كتير، وخصوصا البوري. الليمون ده كان عندي في الفريزر. لما يكون الليمون رخيص بجيب واحطه في الفريزر، ينفعني بقى في تتبيل السمك والحاجات دي لما الليمون يغلى قوي. بكتر الليمون للبوري لان البوري بحب ان يبقى عليه ليمون كتير. وكده خلاص. وبعد ما خلصت تتبيل السمك احطه في كيس نظيف عشان يتكمر ويعرق والملح بتاعه يعني يشرب التتبيلة بتاعته كويس. قبل ما احطه في الكيس يا اما احط عليه ورقة عشان الكيس ما يلمسش السمك، بس انا مش هحط ورقة عشان ما تشربش التتبيل. فاحط طبق عشان يعزل بس ما بين الكيس وبين السمك. او ممكن احط الكيس واخليه عالي كده بحيث ان ما يبقاش ملامس السمك، بس ايه مغطي يعني مكمور فيه يعني، بس واسيبه لغايه ما يشرب التتبيله كلها. وبعد ما خلاص ملحت السمك وسبته الكمر، هشوف بقى هنشوف معاكم القشره بتاعته بتطلع ولا لازقه ولا ايه. القشرة بتاعته بتطلع بكل سهولة والحمد لله، مش لازق ولا اي حاجة، كأننا شويينه بره ولا متبهدل ولا اي حاجة الحمد لله. بتقشر بكل سهولة وبالهنا والشفا. وعشان اتخلص من ريحه السمك في البيت بحط معلقه سكر على الشطه بتاعه الرز واحرقها على النار، او بولع عود بخور، او احط شويه قرفه وقشر برتقان في ميه واغليهم.